هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين، رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع زلها. طبعا في مقطع اليوم راح نتكلم عن 20 معلومة وتفاصيل مجنونة، واليوم عندنا 20 معلومة وتفاصيل مجنونة عن الأسطورة جي تي اي سان أندرياس الجزء الثاني. طبعا هذه اللعبة يا اخوان أسطورية وعظيمة جدا، لدرجة انه بإمكاني اسوي 5 أجزاء من الأشياء والتفاصيل المجنونة اللي فيها. يوميا محبين اللعبة يكتشفون شيء جديد فيها، لذلك خلونا نخش سويا في المقطع. ملاحظة جدا مهمة، عمر اللعبة 16 سنة يا اخوان، نزلت قبل 16 سنة، فالاشياء اللي راح تشوفونها وقتها كانت جدا جدا اسطورية. اولا المحلات بشتى اشكالها راح تشتغل صباحا وفي الليل يقفلون. Dude, are you wearing curtains? ثانيا في سيارات الإسعاف تصير محادثات سرية بين طالب المساعدة والمسعفين. ثالثا الفرق بين سي جي المحترف في القيادة وسي جي النوب في القيادة. رابعا بعض الام بي سيز راح يضاربونك لو ازعجتهم ومشيت وراهم. خامسا التاكسي احيانا فعلا وحقيقة راح ينقل زباين من مكان الى اخر. سادسا السيارة ممكن تتوسخ لو سكتها فترة طويلة. سابعا الزبائن وانتو بكرامة راح تتجمع حولها الحشرات والذباب. ثامنا احيانا راح تحصل الناس يشترون مخدات. Hey man, see you later, dawg. Have some fun with that. I should pimp those hoes. Give me a dap. CJ, them are some whack-ass should run away. تاسعا في الحياة الواقعية هنالك شيء اسمه انذار الضباب، ويستخدم في تحذير السفن من التصادم في بعضها البعض، وفي جي تي اي سان اندرياس بامكانك سماع هذا الشيء. عاشرا تساقط قطرات المطر بشكل واقعي على الأسطح المختلفة. احداشر اثناء مشيك على الرمل اثار رجولك راح تظهر. اثناشر القمر راح يمر بجميع مراحله الحلوة والجميلة في جي تي اي سان اندرياس.
13 مسكت رجال الشرطة للسلاح احترافية واحترافية جدا، عكس العصابات اللي مسكتهم غير محترمة أو غير محترفة نهائيا. أربعتاشر النبات والحشيش رح يزيد حجمه ويكثر مع مرور الزمن. خمستاشر النار رح تتفاقم وتكبر في حال إنها كانت على سطح قابل لذلك. ستاشر بجانب المطارات الحربية والمطارات العادية بإمكانك رؤية آثار الطائرات. سبعتاشر أفراد العصابة أحيانا رح يتكون على سيارة سي جي. ثمانتاشر لو كنت راكب طيارة ومريت بجنب مطار، الخريطة رح تتعرف على هذا المطار. تسعتاشر بإمكانك قتل الطيور والتخلص منها بشتى أشكالها. عشرين في أحد اللقطات النادرة جدا هنالك مهمة لو سكت فيها بشكل عشوائي وبشكل غير احترافي نهائيا، أحد الركاب اللي معاك راح يستفرغ. وتقريبا هذا هو مقطعنا لليوم، وفيه شفنا 20 معلومة وتفاصيل مجنونة عن GTA سان أندرياس للمرة الثانية. شاركونا آراءكم في خانة التعليقات، من بين ال20 معلومة اللي ذكرناها ايش اكثر واحدة اعجبتكم. طيب كده وصلنا معاكم نهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام عليكم.